يا فين غاديه؟ عندي اليوم قصه واقعيه وفيها بزاف ديال العبر وعجبتني وبغيت نعاودها ونشاركها مع المتابعين. خيار ايوا روحي وكاروحي دايره كي ديك البعوش ديالت اللي دورها يتمشى في الظلام ويشعل الضو من موراه. كيفاش؟ لا والو، ها شوفي قبل ما تمشي غسلي دوك المواعن ديال العشاء، ما تخليهمش طال الصباح. غسلتهم اخالتي. ايوا خرجي صليح، ما تخليهش تما يدير الناموس. حتى هو خرجته غير درك شويه. ايوا روحي. ها شوفي بغينا غدا شويه اللوبيا كرينيل 12. واخا خالتي، حتى الغدا ان شاء الله. ايوا ديها معاك قشريها. خالتي وقيلا ما سمعتينيش، راني قلت لك غادي نعاود للمتابعين القصه. ايوا غادي تعاودي لهم بفمك وقشري بيديك، راكي جالسه والله. بنتي غير روحي عند شغلك، ربي يعاونك. غادي نقشرها يا انا، راني جالسه. واخا خالتي ربي يخليك. يا الله مالكي ياك لاباس؟ بغيت غير نعرف مالكي معايا. ان علي الشيطان مالني معاك؟ واش تراني ندير لك الزاهيه؟ لا ما راكي ديري لي والو، يا انا نهضر مع عروستي وانت تنقزي عليا. ايوا مسكينه بغات تمشي تهضر مع التابعين، خليها مسكينه تفاجي معاهم شويه، راه نهار وهي في الكوزينه. ها تصنتي وياك عندك عروستك، روحي قابليها وشوفي واش طرها تخدم من موراك. دبر راسهم اللي بغاو شي يديروه، دبر راسهم. يا كيتي يعني علاش ينسى تقولي ديري فيهم القرطاس. واسمو راكي غير تمتمي. ما قلت والو، قشري وكقشري. انا عصام، العمر ديالي 33 سنة، مطلق، وبغيت نعاود لكم على تجربتي باش تكون موعظه وتفادوا هادشي اللي وصلت له قبل ما تندموا على كل شيء ويكون فات الفوت. حكايتي بدات نهار عرس صاحبي، مين شفت فاطمه ديك البنت العاقله المتواضعه، ملي شفتها وانا حاضيها حتى كمل العرس. حتى لواحد النهار تلاقيت مع صاحبي العريس، كان فرحان وقال لي العقبه لعندي، ودينا وجبنا في الكلام وما ترددتش، قلت له باللي راني شفت واحد البنت في عرسك. قال لي عطيني مواصفاتها نسول لك عليها مرتي. وفعلا عطيته مواصفاتها، ومن بعد فتره رد عليا وقال لي باللي هذيك راها بنت عم مرتي، وباللي ما مزوجاش، وبنت مزيانه الله يعمرها دار. فرحت بكلامه، مشيت خطبتها انا وعائلتي، ومن بعد عام درنا العرس وسافرنا لمده شهر وفوتنا شهر العسل، وكان احسن شهر العسل في حياتنا. ومن اللي رجعنا بحال الا كان اخر يوم ديال السعاده. طلبت مني الام ديالي اننا نعيشوا معاها، ومن ادب مرتي وتربيتها وافقت تعيش مع الام ديالي واختي وخويا واختي المزوجه اللي كان راجلها مسافر. كنت كنمشي نخدم وهي كتبقى تعاون الوالده ديالي في شغل الدار، ولكن من كنرجع من الخدمه كنلقى الوالده ديالي كتشكى بها، وبقات على هذا الحال يوميا، ما كتعرف تخدم، ما كتعرفش طيب، وزيد بزياده كترد الهضره على الوالده. وانا كنت ديما كنثق الام ديالي، وما عمرني عطيتها فرصه تدافع على راسها. كنبقى نزقي عليها وهي نفس الهضره كتعاودها، انا ما درت والو. كنخرج نقصر مع صحابي في الليل، ومن نرجع كنلقاها كتستناني وكتقول لي بلي ما نقدرش ننعس وانا على برا. وكنقول مع راسي وقيلة ظلمتها، خاصني نتصالح معاها، ولكن دايما كنتفاجئ بالوالده كتشكى بها وكنولي نزقي عليها. واختي كتدفع لها في الهضره وكتقول لها خويا ولات كسوته مبهدله ومكمشه، وماما كانت كتهزم بحوايج خويا وكتحددهم، وهي كتبقى غير تشوف فيا باش انا ندافع عليها، وانا ما كنقول والو، ما كنديهاش فيها. كلشي كان يتدخل في مشاكلنا وفي حياتنا. المهم كل نهار مراتك فعلت، مراتك تركت، وانا ما بقيتش قادر، وليت كنزكي عليها بزاف، وهي ما تجبر باش تجاوبني، كتبقى عاطيها اللبكه. حتى لواحد النهار جمعت حوايجها وقالت لي غادي نمشي لدار والديا، حتى تكون انت راجل وما تخلي حد يتدخل في مشاكلنا عاد نقدر نولي ليك. وديك الساعه ما عبيتش براسي، ضربتها وقلت لها راجل بالسيف عليك. ودخلت الام ديالي طبعا كالعاده، وقالت لي ما خصهاش تقول لك هكك. المهم اخوتي حتى هما كيزندوا المجمر بالنار، وكيقولوا لي هي اللي غلطه، ما خصهاش تقول ديك الهضره.
المهم مشات لدارهم، وديك الفتره كل شيء ولا كيهتم بيا في الدار. اكثر يا الوالده ديالي كتستناني وكتوكلني بيديها وتوجد لي الشهيوات وكتهتم بيا اهتمام زايد. حسوني باللي ديك المراه غير زايده في حياتي. مده شهر وهي عند والديها كاع ما عبرتها، حتى لواحد النهار صونا لي باها وقال لي باللي فاطمه حامله. وبديك الفرحه مشيت كنجري ورغبتها، قلت لها عمرني نبقى نمد يدي عليك وسمحي لي. وكانت فعلا بنت الناس، رجعت معايا للدار، ولكن المدابزة والشكاوي ما كملاتش، كل نهار شكوى في شكل. وبعد مدة 9 شهور تزاد عندنا وليد، سميناه عمران. كنت فرحان به بزاف، ولكن عاود الأم ديالي كتقول لي بلي مرتي ما كتهتمش بشغل الدار وكتخلي ولدها بلا رعاية وكيمرض بسبابها. حتى لواحد النهار مشيت عند اختي نفرغ عليها قلبي، عاودت لها ما بيا، خلاتني حتى كملت كلامي وخسرت عليا 2 كلمات، قالت لي طلقها وتهنى. وانا بيني وبينكم بقات هاد الكلمه تدور لي في الراس، علاش ما فكرتش فيها؟ ومشيت عندها وقلت لها بسبب المشاكل راني قررت نطلقك. بقات كتبكي، قالت لي قررت تخلى على ولدك؟ قلت لها ولدي نجي نشوفه ونصرف عليه وما نفوتوش، بصح انتي ما قديتش معاك المشاكل بزاف. ومين مشينا للعدول لغات لي وقالت لي اجي بغيت نهضر معاك، اجي نعطيو فرصه لبعضنا بعض على حساب ولدنا باش ما يضيعش. ولكن انا كنت معمي، قلت مع راسي حتى ما يكون غير تمثيل عليا، ولا رديتها غادي نولي نعيش في المشاكل، وما ديتهاش فيها. وهذيك هي ما ديتهاش في كلامها. ومن سنيت على الورقه قلت الله غادي نتهنى من الصداع، ولكن لقيت راسي غير وحدي. يا حسرة على الام ديالي اللي كانت كتهلا فيا وكتستناني حتى نجي وتوكلني، حتى واحد ما بقى يسول فيا. بقيت كنتفكر الهضره ديال الام ديالي وهي كتقول لي كل شيء هواتي، واش مرتك تعرف الطيب؟ وانا كنت كنضحك من سمحات هنا مرتي، كنصوني لهم في التليفون مره يردوا عليا مره لا. تما حسيت باللي كل شيء كان معايا من كنت كنهدم داري بيدي، وحياه مرتي وولدي. وليت من كندخل للدار كنحل الباب ما كنلقاش ولدي يزقي عليا. وديك الساعه عرفت باللي كل شيء ضيعته بين يديا، حتى ولدي ما غاديش نكون معاه من يخطو الخطوه ديالو الاولى. وبيني وبينكم افتقدت مرتي، ملي كنت كنسهر وكتقول لي واش نحط لك العشاء، وتسولني بالهفه فين كنت، وانا ما كنقدرش ننعس حتى تدخل انت للدار. الشهر داز عليا بحال الى عام، وقررت نصلح الغلط ديالي، وتما فهمت باللي انا غلطت من خليت كل شيء يدخل في حياتي انا ومرتي. وصونيت على فاطمه، قلت لها بغيت نشوفك، بغيت نهضر معاك. وتخلعت ملي لقيتها وافقت تهضر معايا. خرجت عندي وقلت لها تعطيني فرصه وراني ندمان وعمرني نخلي شي حد يدخل بيناتنا. وعاودت لها كيفاش سمحوا فيا وما نصحونيش نحبط على ولدي. وافقت فاطمه ترجع، ولكن بشرط نعيشوا مع باها حيت ما عنديش حاليا باش نكري. ووافقت نسكن مع نسيبي لانها حتى هي كانت كتضحي معايا وبغات تعيش مع الوالده ديالي. حاولت نصحح غلطي على حساب باش ما نضيعش ولدي ومرتي اللي صدقت بنت الناس. وفي العطله كنت كنبقى في الدار مع ولدي وكنشوف مرتي كيفاش كانت تهتم بولدي عمران من الصباح حتى الليل بلا ما تعيا ولا تشكى. وداك الاهمال اللي كان مره مره بسبب التعب اللي كيسبب لها ولدي بالسيف، راه بنادم ماشي اله. وتحيه لجميع النساء، والله يسمح لكل راجل بمرته. نصيحتي لكم ما تهدموش حياتكم لاي سبب من الاسباب، حتى لو كان الشريك ما مناسبش ليك، حاول توجد فيه الحوايج الزينه قبل ما تشوف الحوايج اللي ماشي مزيانين فيه. وراعيوا ولادكم، لان ملي كيطلق الاب والام الاولاد هما اللي كيدفعوا الثمن غالي وكيتحرموا من الدفء العائلي، وكاينين اللي كيتشردوا كاع في الشوارع. وصلحوا علاقتكم مع الناس اللي كتبغيو.